طيب اليوم في شباب كثير عم بتميل لبعض الاشخاص اللي بيعطوا هذا النوع من التعليم، ازاي نصالح وكيف العلاج في هذا الموضوع انه الشخص اللي كان بيروح على الكنيسه عم بيتوجه للالحاد او بيتوجه انه يبتدي يقلل من اهميه الكتاب المقدس، ازاي نصالح ونعالج هذا الشخص؟ يعني اتذكر عباره قالها الرسول بولس ان بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنثيما. <applause> رسول يوحنا أما أنتم فما سمعتموه من البد فليثبت إذن فيكم. الرسول بولس مرة أخرى أما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. أن نقدر بعض الشخصيات للموهبه اللي الرب اداها لهم هذا حسن اننا نسير دون بحث وفحص هذا ليس شرف فالرسول بولس العظيم لما راح الى بيريه الكتاب يقول لنا ان اهل بيريه كانوا اشرف من تسالونيكي لانهم قبلوا الكلمه بكل نشاط فاحصين الكتب هل هذه الامور هكذا يعني انا ما انبسطش اللي يسمع كلامي ويقول امين ورايا من غير ما يفحص انبسط اكتر جدا من اللي ياخد كلامي بكل جديه ونشاط ويفتح الكتاب فاذا كان كلامي حسب الكتاب تمسك بالكتاب مم. واذا كان كلامي عكس الكتاب فليكن الله صادق وكل انسان كذا وطبعا احنا بنتكلم على موضوع مصيري موضوع أيوه. ابدي يعني بالزبط. مش بالزبط. ما بنخده باستخفاف لكن مهم آه، جدا